نعم شكرا. الآن قبل أن أنتقل للمحور الأخير وهو محور الانفتاح على الآخر، لدي 3 أسئلة اسمح لي سعادة الدكتور. السؤال الأول وهو ما يتعلق باللغة، علاقة اللغة بالهوية، ما علاقة اللغة بالهوية خاصة عندنا نحن هنا في المجتمع الإسلامي لنقل، ثم المجتمع العربي ثم المجتمع العماني. وبدأت حديثك دكتور هنا بالتحسر على الوضع، اللغة في عمان واستعمال غير اللغة الرسمية في المعاملات البنوك وغيرها، فما علاقة اللغة بالهوية والثقافة؟ أنا كنت نقلت فقرة عن المستشارة الألمانية ميركل تقول اللغة، طبعا لغتها تقصد اللغة الألمانية، هي اللغة أهم محدد من محددات الهوية والشخصية الألمانية. ومن هنا فالتجنيس لا يمنح للسوريين ولا لغيرهم إلا أن يجيدوا اللغة التي سيكونون فيها، التي يجيدوا اللغة البلاد التي يرغبون في الاستيطان أو البقاء فيها. فرنسا يا مروان من أشد المنتصرين لثقافتها، حتى لما جاء مال البث المباشر أو الدش كانت معارضة تخشى على هويتها الثقافية وخاصة على لغتها. المتحدث الفرنسي لابد أن يعتز بفرنسيته وإلا يخشى عليه أن يعزل. ما ننسى في يوم من الأيام أصرت فرنسا أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة يجيد اللغة الفرنسية، ونسيت هذا الأمين العام، أنا نسيته طبعا. زين، هناك عبارة تنسب إلى القائد الفرنسي ديغول، يقول إن اللغة الفرنسية قدمت أكثر من الجيش. هذه مكانة اللغة عندهم، فما مكانتها عندنا نحن في يعني هنا؟ يعني أنا فقط أريد أن أقول إن البعض ينادي بأن تكون اللغة العلمية هي اللغة الإنجليزية، فلغة العالم هي اللغة الإنجليزية، ولغة العلوم هي اللغة الإنجليزية. وهناك من يستجيب لهم فعلا، وللأسف يعني من يعود إلى التاريخ، والتاريخ الحديث التاريخ المعاصر، يجد هناك دعوات إلى حتى تغيير الثقافة وتغيير اللغة وتغيير حتى يعني العنصر العربي، بينما نحن نبتعد فعليا عن اللغة العربية ولا نعتبرها، البعض أقول لا نعتبرها للأسف ومع الأسف مكونة من مكونات الهوية. شوف يا مروان، الإسلام واللغة العربية أهم محددات الهوية والشخصية العمانية. لولا الإسلام ما هو المحفز لتحرير عمان من البرتغال؟ ما الذي دفع ناصر مرشد والعمانيون؟ ما الذي دفع العمانيين؟ هو الإسلام. كيف استنبطوا على وجوب التحرير؟ لجأوا إلى باب الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إلى آخر الآية. فهم إذا الإسلام هذا هو هويتي وثقافتي، هو الذي دفعني إلى التحرير، إلى تخليص عمان، إلى رفع كل أشكال الاستعمار عنها. طيب كيف إذن أنا لا أرتضيه أن يكون من هويتي من ثقافتي؟ يا أخي الإسلام هو الذي أمرني أن أعدل في القول، أن أنصف مع الآخر، أن أتعايش مع الآخر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. الإسلام هو الذي قال لي لا إكراه في الدين. من أين استنبط عبد الملك بن حميد وموسى بن علي ومحمد بن محبوب الرحيلي ذلك؟ أكيد من الإسلام. إذن كيف أنا لا أريد اللغة العربية؟ يا أخي هي وعاء علوم العمانيين، هي وعاء علوم
راشد بن عميرة الطبيب العماني، هي وعاء علوم أحمد بن ماجد البحار العماني، هي وعاء علوم المهلب بن أبي صفرة، هي وعاء علوم الخليل بن أحمد، هي وعاء علوم جابر بن زيد وابن بركة وأبو سعيد الكدمي. ما يمكن، اللغة هذه هويتي ثقافتي. أنا أستغرب لما يقول تعالى اللغة الإنجليزية لغة العالم، من قال؟ إسرائيل كم عدد سكانها؟ 6 مليون؟ نعم. 9 مليون؟ كم عدد سكانها؟ الكيان الصهيوني 6 مليون تقريبا. طيب 6 مليون، زين 6 مليون، أنا أقول 10 مليون، خلنا نقول 10 مليون. نعم. 10 مليون يا وسكان العالم 6 مليار أو 7 مليار. 6 مليون. اللغة العبرية يا مروان كانت أحاديث تذكر، صارت اليوم تدرس في إسرائيل، صارت إسرائيل تبيع الأسلحة، صارت أحدث أجهزة التجسس والتنصت إسرائيلية تقتنى في العالم، صارت طائرات إسرائيل، دبابات إسرائيل أو المركبة وغيرهم تتسارع الدول، حتى الغربية تشتري من إسرائيل كما تشتري إسرائيل من أوروبا. بماذا تعلمهم؟ باللغة الإنجليزية؟ تعلم بلغتها التي كانت ميتة. يا أخي كوريا، كوريا كم عدد سكان كوريا؟ نحن العرب كم تقريبا؟ 350 مليون. عدد المسلمين 1.6 مليار يا مروان، 1.6 مليار. يقول كلهم هذه العربية لغتنا، حتى المسلمين غير العرب يقول لغتنا لأنها لغة كتابنا. يا أخي كوريا، الناس تسارع إلى هواتفها، إلى صناعاتها. عندما ذهب وفد من هنا من عمان قالوا لهم بماذا شوف الكوريين لا ينتشرون في الغرب، بينما المسلمون لا تجدهم في كل دولة، وأعدادهم كما قلت لك 1.6 مليار، وعدد دول 55 دولة إسلامية، وعدد دول العربية 22 دولة عربية على العموم. كوريا لما سئلوا السؤال هذا بماذا تعلمون العلوم، استنكفوا من السؤال، استنكفوا منه كأنه تنقيص لهم. قالوا لهم وأنتم بماذا تعلمون العلوم؟ ماذا نجيبهم؟ بلغة غير لغتنا؟ صحيح. وهناك تجارب سعد الدكتور، تجارب عربية جربت بتدريس الطب باللغة العربية وثبت نجاح هذه التجربة. يعني كان يقولون لا يمكن أن يدرس الطب باللغة غير باللغة الإنجليزية، تلك اللغة درست باللغة العربية ونجحت نجاحا باهرا. هناك تجربة أخرى، اليابان على سبيل المثال، اليابان يعتزون بلغتهم ويعتزون ويبادرون إلى الترجمة. وأين نحن من هذه؟ إذا كنا فقدنا بين قوسين الحديقة الخلفية زنجبار، من حتى من حيث اللغة، حتى من حيث العادات، فهناك تقصير فعليا في اللغة. تشومسكي سعد الدكتور يقول بأن اللغة التي يتعلمها الفرد هي بلا إرادة تؤثر في انتماء هذا الإنسان في ثقافته، فكيف بمن لا يتعلم لغته؟ إذن ما هو دور سعاد دكتور، ما هو دور الآن الدولة أولا، الدول الإسلامية، وما هو دور المؤسسات، وما هو دور المفكرين في إنقاذ هذه اللغة واعتبارها مقوما فعليا من مقومات اللغة، من مقومات الهوية، في كل الهوية الإسلامية والهوية العربية؟ ما الدور؟ سؤالي ما الدور؟ زين، وإضافة إلى كلامك، ما ننسى سوريا تدرس، طبعا انا اتحدث قبل الاضطرابات التي شهدت، تدرس منها اطباء تدرس باللغه العربيه والهندسه باللغه العربيه. العراق الذي بلغ والذي هوجم على ما قيل انه صنع قنبله نوويه، على العموم تفوق كبير، لكن كان يدرس العلوم، طب، الهندسه، الفيزياء، الكيمياء باللغه العربيه. اذا ما كانت ايران بما تدرس؟ تدرس باللغة الإنجليزية؟ لا،
فارسية باللغة الفارسية والعربية. اي لانه هي كما يقول العماني المثل، ايران والغرب كما الجن والعطبه. زين، لكن عاد ما اعرف هذا الجن وهذا العطبه، لكن يقول هكذا، ايران بينها وبين الغرب كما الجن والعطبه، تدرسهم باللغه الفارسيه اخفقت على ما يريد الغرب تحكيمها. لما الغرب يحاصرها؟ لما الغرب يخشى منها؟ لما الغرب يشدد على مفاعلها النووية؟ تراها تدرس باللغة الفارسية، لن تنهض ما لم تدرس باللغة الإنجليزية، لكنها نهضت. ولو ترك لها العقال دون تدخل الغرب لنهضت أكثر وأكثر بلغتها الفارسية. ونعم، تقدر إيران وتحترم إيران أن العربية صار لها مكانها في جامعاتهم ومؤسساتهم ومراكزهم البحثية.